جلال أخ نارين يصدمهم بعد خطوبة أخيه، وتجهيزات عائلة أبو شعر لعرس تالا. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع عائلة أبو شعر اللي هن كلهم راحوا ليحضروا عرس تالا أبو شعر، وقاموا بنشر عدة ستوريات، والبعض بيتوقع أن العرس راح يكون بالتاريخ 30 من هذا الشهر. هلا والله، هلا والله، ومن دمشق الياسمين يحييكم. رسميا أنا في دمشق ولأول مرة في رحلة سياحية في دمشق لكم يوم. صراحة الجو رهيب. جايز هلا بغض النظر انه زيت الحياة عليه صورة حدا بعرفه، يعني الفكرة انه بس كيف بيطلعوا زيت الحياة بيعصروها للحياة، بعرف ليش كاتبين مع صورة حطوا الحياة بالبراد بعدين بيعصروها. عم بحكي هلا انا ورندو تالا. أما شهد زوجة سيامند قامت بنشر مبارح ستوري على صفحتها بالإنستغرام من مقابلتها اللي راح تكون على قناة الآن، لكن المفاجأة كانت إنه جلال أخ نارين بيوتي هو المقدم، وكتير الجمهور متحمس لبرنامج جلال ومتوقعين إنه تكون نارين شيرين وسيدرا وأيضا شهد وشيرو ضيوف.